أعزائي طلبة الصف الثالث، النهاردة هنتكلم على العدسات. طبعا كلنا بنعرف إن العدسات دي شيء مهم جدا بالنسبة لنا عشان نتعرف على العدسات. العدسة دي عبارة عن وسط شفاف كاسر للضوء، بنستخدمها في حاجات كتيرة، في النظارات الطبية، في التلسكوبات عشان رؤية الأشياء البعيدة، في الميكروسكوبات لرؤية الأشياء الدقيقة. يبقى دي وسط شفاف كاسر للضوء محدد بسطحين كرويين، يعني جزء من كرتين، وعادة تكون مصنوعة من الزجاج أو البلاستيك. أنواعه: في العدسة المحدبة، ودي بتكون لامة، بتكون زي ما أنت شايف سميكة في المنتصف، رقيقة عند الطرفين، بتعمل على تجميع الأشعة الضوئية الساقطة عليها، لو كانت أشعة متوازية أو متفرقة بتجمعها. العدسة بقى المقعرة عكسها، بتكون هنا رقيقة في المنتصف وسميكة عند الطرفين. بيكون في شوية مفاهيم أساسية زي ما أنت شايف كده هوت. الجزء اللي أنت شايفه بيلمع ده اسمه عدسة مقعرة، الجزء اللي بيلمع ده اسمه عدسة محدبة. يبقى هي الجزء المحصور بين كرتين متقاطعتين تعتبر عدسة محدبة سميكة في المنتصف رقيقة عند الطرفين. أمال بالنسبة للعدسة المقعرة، بتكون هنا الجزء المحصور بين كرتين متباعدتين، الخط الأحمر اللي أنت شايفه دوت اسمه المحور الأصلي، تاري هنا هوت لكل وجه بيكون لي مركز تكور. فالمستقيم المار بمركزي تكور وجهي العدسة زي ما انت شايف ده بنسميه المحور الاي الاصلي. عندي هنا هو زي ما كان عندي هنا في قطب مرآة، هنا بقى اسمها المركز البصري للعدسة، اللي هو برضو بنعتبره كأنه قاف او نديله اي رمز صاد اي حاجة. المهم ان دوت بيكون عبارة عن ايه، نقطة وهمية تتوسط باطن العدسة وتقع على المحور الاصلي، واي شعاع يمر بها ينفذ على استقامته دون ان يعاني من اي انكسار. كل وجه من أوجه العدسة اللي هو نصف قطر التكور، هنا أدي نصف قطر التكور بين المركز البصري لمركز التكور اللي هي رمزنا لها بالرمز القاف هنا لحد هنا، ده كده اسمه إيه، نق أو نصف قطر تكور وجه العدسة. جينا بقى هنا نتكلم عن العدسة المحدبة. لو أشعة الشمس بتكون جاياني متوازية لأنها من مصدر بعيد، لو سقطت على العدسة المحدبة هتكون متوازية وموازية للمحور الأصلي، هتتجمع في نقطة اسمها البؤرة. يبقى تعيين البعد البؤري بنعمل ما يلي: اول حاجه بنجيب عدسه محدبه، حائل، الحائل اللي انت شايفه دوت اللي هو الجسم المعتم اللي قدامك ده، وحامل للعدسه عشان نحط عليه العدسه، ومصدر ضوئي بعيد يمكن الاستعانه باشعه الشمس. خطواتنا: هنحط العدسه على الحامل بحيث يقابل احد وجهيها المصدر الضوئي اللي هو اشعه الشمس، هنضع حائل قدامها اللي انت شايفه قدامك ده، ونقعد نقرب ونبعد في العدسة لحد لما نشوف الضوء بيتجمع في نقطة، والنقطة دي بتكون مضيئة، دي بنسميها البؤرة الأصلية. بنقيس المسافة بين العدسة لحد هنا هوت البؤرة الأصلية، ده اسمه البعد البؤري. البعد البؤري زي ما احنا واخدين قبل كده بيساوي قد ايه من النق، اللي نق اللي هو نصف قطر التكور بيساوي ضعف البعد البؤري. يبقى البعد البؤري ده اللي هيطلع هضربه في 2 يطلع لي نصف قطر تكور برضه هنا هوت العدسة، وهو هو البعد البؤري هنا هوت المسافة بين العدسة لحد نقطة تجمع الأشعة اللي سميناها البؤرة الأصلية، ده كده اسمه البعد البؤري. طيب احنا عندنا لو في شعاع نزل مارا بالمركز البصري ينفذ على استقامته دون أن يعاني من أي انكسار. طب لو نزل شعاع ضوئي موازي للمحور الأصلي هتقول له ينكسر، ما نقولش بقى ينعكس، ينكسر على ويمر بمين؟ بالبؤرة الأصلية للوجه الآخر من العدسة. طب لو في شعاع مر بالبؤرة هينكسر بس يكون موازي للمحور الأصلي. وعلى هذا بقى بنعمل بقى صفات الصور. لو كان الجسم موجود، الجسم ده عبارة عن إيه؟ شمعة مشتعلة، هنحطه على مسافة أبعد من مركز تكور الوجه بتاع العدسة، هتتكون له صورة على الوجه الآخر بين مركز التكور والبؤرة الأصلية للوجه الآخر من العدسة. ده لو كان على أكبر، على مكان الجسم على أكبر من ضعف البعد البؤري، يبقى مكان الصورة بين البؤرة زي ما أنت شايف وبين مركز التكور بتاعها. صفاتها تكون إيه؟ حقية. ليه حقية يا مستر؟ لأنه يمكن استقبالها على حائل وتنتج من طلاق الأشعة المنكسرة. طيب حجمها قد إيه بالنسبة للجسم المصغر؟ طب لو قربنا الجسم من العدسة وخلينا على البؤرة، قال هيرجع على البؤرة الناحية التانية الوجه الآخر من العدسة. يبقى لو كان الجسم على مسافة تساوي ضعف البعد البؤري، صورته هتكون على مسافة تساوي ضعف البعد البؤري. صفاتها ايه الصورة دي اللي متكونة؟ قال لي تساوي الجسم، حقية مقلوبة مساوية للجسم. طيب لو احنا قربنا شوية خليناها بين مركز التكور وبين البؤرة الأصلية لوجه العدسة، هتطلع لي الصورة فين؟ على مسافة أكبر من ضعف البعد البؤري. هتبقى صفاتها ايه بالنسبة للجسم؟ هتقول لي حقية مقلوبة مكبرة.
طب لو على البقرة؟ قال لي لا، دي هتتكون الأشعة مش هتتلاقى، هتكون ممتدة إلى ما لا نهاية الأشعة المنكسرة دي، يبقى تنفذ الأشعة متوازية فلن تتكون صورة. طيب لو كان على بعد أقل من البعد البوري، يعني بين المركز البصري وبين البقرة، هتتكون صورة تقديرية. يعني إيه مستر تقديرية؟ تنتج من تلاقي امتدادات الأشعة المنكسرة وبتكون مكبرة. طيب لو اتكلمنا بقى على العدسة المقعرة، قال لي لا دي بتفرق الأشعة، لو نزلت الأشعة زي ما أنت شايف متوازية وموازية للمحور الأصلي، قال لي هتنكسر بس بتبتعد عن المحور الأصلي، يبقى اسمها صورة لا يمكن استقبالها على حال، يبقى صورة إيه نوعها؟ تقديرية. يبقى الصورة اللي بتتكون في العدسة المقعرة هي حالة واحدة تقديرية. مثلا أدي الجسم، شايف كبير قد إيه؟ هنا الجسم ده بيطلع منه شعاع موازي وشعاع مار بالمركز البصري، اللي مار بالمركز البصري ينفذ على استقامته دون أن يعاني من أي انكسار، الموازي ينكسر بحيث امتداده يمر بالبؤرة. نقطة تلاقي الامتداد مع الشعاع الآخر، يبقى دي صورة تقديرية ما دام فيها امتدادات تقديرية معتدلة مصغرة. إيه ده؟ دي زي الحق، دي زي اللي شفناه من شوية في العدسة. قال لي بس دي تقديرية معتدلة مكبرة، لكن هنا بتبقى الصورة تقديرية معتدلة مصغرة، ده الفرق بين الاتنين. هل العدسة تستخدم في علاج عيوب الإبصار؟ نعم، زي ما احنا عارفين النظارات الطبية. طيب الإنسان السليم بيستطيع أن يرى على مسافة لا تقل عن 25 سنتيمتر ولا تزيد عن 6 أمتار، ده الإنسان السليم. ده ليه؟ أصل الصورة بتتكون على الشبكية. مين اللي بيجمع الصورة على الشبكية؟ اللي بيجمعها العدسة المحددة بتاعت عين الإنسان. فبتبدأ بقى هنا هو العصب البصري ينقلها للمخ، وبتكون على فكرة صورة حقيقية ومقلوبة ومصغرة، بس في جزء من الثانية بيعدلها العصب البصري اللي بيوصلها للمخ، المخ بيقوم بإعدال الصورة وبنشوفها الصورة مساوية للجسم. طيب قصر النظر بقى بيكون سببه ايه؟ قد يكون سبب من الأسباب التالية: نتيجة زيادة قطر كرة العين، فينشأ عن ذلك أن تكون الشبكية بعيدة عن عدسة العين، فبالتالي هنا مش هتقع الصورة على الشبكية، أو تكون هناك زيادة في تحدب سطحي عدسة العين، فاللي هيحدث بقى إنها تجمع الصورة أمام الشبكية مش على الشبكية، يبقى هنا اهوت بالتالي أهي شايفين أمام الشبكية، المفروض تتكون كده السليمة على الشبكية. طب نعمل إيه اللي عنده قصر نظر؟ قال له بنلبسه نظارات طبية تحتوي على عدسات مقعرة. طب ليه؟ علل. قال لي لتعمل على تفريق الأشعة قبل دخول العين، وتعمل عدسة العين على تجميعها لتقع الشبكية. يبقى كده عالجت قصر النظر. أمال طول النظر سببه إيه؟ قال الشخص المصاب بطول النظر يرى الأشياء البعيدة بوضوح، القريبة غير واضحة، عشان كده بيكون سببها نتيجة لنقص قطر كرة العين، فتكون الشبكية قريبة من عدسة العين، يبقى الصورة تتكون خلف الشبكية المفروض يعني، أو نقص في تحدب سطحي عدسة العين، يعني التجميع بتاعها بيكون هنا ضعيف، ما بتجمعهاش على الشبكية، فبتبقى الأشعة الصادرة من الجسم بتبقى نقطة خلف الشبكية بتاعت العين. نعالجها إزاي؟ قال بنستخدم عدسة محدبة تعمل على تجميع الأشعة قبل دخولها للعين لتقع على الشبكية. في بقى عدسات ناس بتستلزم قدرتها على لبس النظارات الطبية صعب شوية، فبياخدوا عدسات لاصق. دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن عدسات رقيقة جدا مصنوعة من البلاستيك، ودي بتكون تضع على ملتصقة بقرنية العين وبتتنزع بسهولة، دي اسمها العدسات. طيب في عندنا برضو شوية حاجات تكنولوجيا، يستخدم مساح الأراضي وعلماء التوبوغرافيا أجهزة خاصة في تحديد الارتفاعات والمسافات، حيث يتم إرسال حزمة، الحزمة دي من أشعة الليزر بتروح لمسافة معينة، بيكون إحنا مستقبلينها هنا ونعرف الزمن اللي خدته قد إيه، يمكن عمل قياسات دقيقة جدا لحساب زمن رحلة الشعاع الليزر ذهابا وإيابا، وإحنا عندنا القانون في الوحدة الأولى هنا السرعة بتساوي، كنا بنقول إيه؟ مسافة على زمن. طب يبقى هنا المسافة بتساوي إيه؟ هتساوي السرعة ماشي في الزمن، بس الزمن ذهاب وعودة، ده الكلام بتاعنا، ودي حتة بتاعت أرشميدس اللي اتكلمنا عليها قبل كده. عندنا بقى أمراض كمان بتسمى المياه البيضاء أو الكاتاراكت، دي بتصيب العين نتيجة لكبر السن، المرض والتأثيرات الجانبية العقير بالإضافة لاستعداد الوراثي، وعند إصابة العين بالمياه البيضاء تصبح عدسة العين معتمة، يبقى لا يستطيع الرؤية بوضوح. على العلاج ايه؟ شايفين العدسه بتاعت العين دي تزال، وبنركب مكانها عدسه بلاستيكيه تزرع على العين في على الدوام، ومش كده وبس، ده بنشوف بدرجه واضحه وعاليه كمان افضل من الاول بكتير. طيب احنا كده نكون خلصنا هنا المرايا والعدسات.
هنتكلم بعد كده على جزء مهم جدا اللي هي الوحدة التالتة، هاخد منها جزء صغير دلوقتي وهنكمله الحصة اللي جاية. الكون والنظام الشمسي، عارف يعني ايه كون؟ هو ذلك الفضاء الشاسع الذي تسبح فيه الأرض، لا مش هنقول الأرض، هنقول أكبر حاجة، المجرات والنجوم والكواكب والأقمار والكائنات الحية وكل الخليقة. بنشوف عظمة الله في هذا الكون من خلال دراستنا ليه. يبقى الكون هو الفضاء الذي يحتوي على جميع المجرات والنجوم والكواكب والأقمار والكائنات الحية وكل شيء. والكون شاسع بما يفوق التصور، والشمس والأرض وما هما إلى جزئان متناهيان في الصغر من هذا الكون. تتجمع في الكون مجموعات من النجوم، عارف مجموعات النجوم اللي بتتجمع مع بعض بتكون مجرات. طب لو المجرات اتجمعت مع بعض بتكون حاجة اسمها ايه؟ عناقيد المجرات. دي مجموعات النجوم التي تسبح معا في الفضاء بفعل بتأثير الجاذبية. طب وايه هي المجرات؟ مجموعات النجوم برضو التي تسبح في الفضاء وبتكون لي حاجة اسمها ايه يا ولاد؟ اللي هي المجرات، مجموعات النجوم التي تسبح في الفضاء بفعل الجاذبية. الكون عنده عديد من المجرات، كل مجرة لها شكل مميز. السبب علل، هنقوله حسب تناسق وترتيب مجموعات النجوم بها. الشمس ده أحد نجوم مجرتنا اللي هي مجرة درب التبانة. تعالى ما نتكلم على مجرة درب التبانة اللي احنا تعتبر مجرتنا. وليه سموها باسم مجرة درب التبانة؟ لأنها تشبه التبن المنثور على الطريق فسموها بهذا الاسم. ده مين اللي يشبه التبن المنثور؟ النجوم فيها. بنلاقي إن هنا بتاخد شكل حلزوني أو لولبي. بنلاقي في المنتصف إن هو النجوم الأقدم عمراً. طب على الأزرع بتاعتها الحلزونية قال النجوم الأحدث عمراً، ومنها المجموعة الشمسية بتاعتنا وفيها نجم الشمس. طيب لو جينا اتكلمنا إن هو الكون ده فضاء واسع يمتد على المجرات، مجموع المجرات اللي فيه يقارب 100,000,000,000 مجرة. أوعى تنسى الأرقام دي. يبقى عرفنا المجرات، توجد المجرات في عناقيد، واتفقنا ايه هي العناقيد المجرات اللي هي مجموعة من المجرات بتسبح في الفضاء بتأثير الجاذبية. جوه المجرات مجرتنا اللي هي مجرة درب التبانة. مجرة درب التبانة تحتوي على نجم الشمس ونظام الشمس. طب والنظام الشمسي ده عبارة عن ايه؟ زي ما انت شايف قدامك اللي هي الشمس والكواكب التمانية اللي بتدور حواليها. كم كوكب؟ تمانية. الكوكب الوحيد اللي بتوجد عليه حياة هو كوكب مين؟ الأرض. طيب عندي كمان المجموعة الشمسية بتدور حوالين حول الشمس، وبتدور الشمس بالكواكب بتاعتها حول مركز المجرة في 220,000,000 سنة عشان تكمل دورة واحدة حول مركز المجرة. بتدور فين؟ في الأزرع الحلزونية اللي انت شايفها دي حوالين مركز المجرة. هنتكلم بقى بعد كده على نشأة الكون وكيف نشأ الكون، ودي إن شاء الله الحصة اللي جايه.